هذا الكرسي محجوز، إذا أردته أعطينا كل ما لديك من نقود، إضافة إلى أنك ستبقين على قيد الحياة. أوه، لا تتكلم. تعلم ما يقال، الصمت يعني القبول. إنها تريد المشاكل أيضاً. سمعت أن هناك فرداً جديداً من آل شهين، أريده. إنها رحلة طويلة للوصول إلى شخص يثير المشاكل. أصبت، القروح تغطي جسدي بسبب المركبة الآلية. لا تقلق يا صديقي المصاب بالتقرحات، لدى برونتو علاج سري خاص وفعال. ها هو. هل أحتسيه بالكامل؟ ستحتسيه؟ متأكد من هذا؟ من بالداخل شخصية صعبة؟ لم تسنح لوالدي فرصة تدريبي، لكن لطالما قال إن آل شين لا ينسحبون من التحدي. لا يعني أن تواجهه وحدك. أهناك مواجهة؟ يا للروعة، ولدت مستعدا لمواجهة الصعوبات. لا تدخلوا هناك، هيا بنا. المعذرة، علي إسعاف هذا المسكين البريء المصاب. خذ اشرب هذا الدواء. هل أنت من استدعاني؟ هل سنتواجه أم؟ أنت صغير ونحيل. هاي، انتبه، ركبتاك ضعيفتان أيضاً. سنرى كيف ستبلي في وينوينغ. وينوينغ؟ أهو من أنواع النزال؟ اسمع يا سيد، أنا سيدتي، لا أقصد أن أكون فظاً، لكن هل تواجهنا لنمضي في طريقنا؟ إذن أنت ابن ويلشين، كان رجلاً طيباً ويستحق الاسم الذي حمله. لا أظن أننا سنتواجه، صحيح؟ أنا إيلاي، إيلاي شين. يجب أن تستحق هذا الاسم. إن أردت ذلك فتعال إلى دوجان غروتو مع طلوع الفجر. بمناسبة الحديث عن الأسماء، ما اسمك؟ شناي. إيلاي، إنها المعلمة المنيعة. عفوا، لم أفهم من؟ أين ذهبت؟ إنها ملمة بأسرار المواجهة الألف. نظرة المعلمة يمكنها إذابة الصخر. يمكن لحساء المعلمة أن يكون لذيذاً مع الشواء. حسناً، قصص مبالغ بها. المؤكد المعلمة المنيعة هي أفضل من يستخدم مسدس السلاجز. تظهر متى تشاء لتختار تلميذاً واحداً لم يرها أحد منذ 30 سنة. دربت المعلمة كل آل شين على مر التاريخ، من ضمنهم أبي. تدريب حقيقي؟ هذا ما أردته منذ مجيئي إلى سلاكتيرا. لننم، أمامي يوم حافل غدا. يوم حافل للكل. أجل، إنه كذلك. أعلم، وصلنا مبكرين. لم أستطع النوم ولم أرد إيقاظ الآخرين. هذا شرف كبير. وشرف لي أيضا. ماذا تفعل هنا؟ وجهت المعلمة المنيعة النداء وارتأيت أن لدي فرصة كما البقية. لكن المعلمة تدرب آل شين. هذا ما تفعله غالبا، لكن ليس فقط أفراد آل شين. كما قلت لك، يجب أن تستحق الاسم، هل فهمت؟
أتيت لأدرب الأجدر، إن كنت كذلك فأثبت لي. إذن هي منافسة. حسناً، لا مشكلة. أصدقائي لقد أتيتم، شكراً لدعمكم. دعم؟ أتينا للتنافس، أتظن أن كل هذا لك؟ لا، بل أجل. إن لم تختارك فقد تختار أحدنا، هذا الدعم صحيح؟ أجل، نحن ندعمك عبر مواجهاتك. شكراً. أهلاً بكم جميعاً. وين وينغ هي طريقة لفصل الحبوب، تجرف الرياح القشورة تاركة البذور النقية فقط. إيه، معلومة قديمة. من يريد أن يكون متمرساً في إطلاق سلاجز عليه الوقوف على هذا الخط. عليكم جميعاً الانصراف. الأنانية والقسوة صفتان منبوذتان لمحترفي إطلاق سلاجز. لا، لن نرحل من هنا. لا تملكون الخيار. هل رأيتم السلاجز كيف تعاونتا معاً؟ أعلم، أعني تنفذ الحركات المزدوجة، لكن ليس بهذا الشكل. بالنسبة إلى البقية، يمكنني طرد أي شخص متى شئت، والقرار النهائي في هذا لي، مفهوم؟ إذن فلنرى قدراتكم. أيتها المعلمة، هل لا أريتنا الضربة المزدوجة مرة أخرى؟ أحب معرفة كيف قمت بها. اسمعني جيداً، أنا لا أقدم هنا عرضاً بل أقوم بالاختيار. كرر طلبك وسألقنك درساً. فهمت. حين تنتهي حالة الارتباك سنبدأ بالمواجهات الثنائية. أحسنت إلي. ابدأوا. تعلم أنها ليست مسابقة رقص، صحيح؟ من ذلك الفتى؟ هيا، هل تعتبر تلك إطلاقة قوية؟ أطلق على أسلوب المميز اسمه نسيت. اسم مميز. يا للأسف، فلكل بطل مثلي كبوة. عنيتك أنت أيها البديل، أخرج. وأنت أيها الضخم، يمكنك الانصراف. شجاع لكن قواك متواضعة. المخرج أعلم، إلى اليسار. مهلاً، يظنان أن عليكم البقاء، لديهما الأسباب الخاصة ولا أسأل عنها، ابقيا كضيفين. حركات جميلة أيها الزعيم، أخرجوه عبر البوابة. تضحك؟ أنت على وشك مغادرة البوابة. لكن أصبته. هي أصابت. السلاجز ليست مجرد ذخيرة أو رفاق صغار. أعلم، أتحدث إليها دائما. لكن هل تصغي؟ انتهى أمرك أيتها الفتاة. متحد واحد يفصلني عن التدرب مع المعلمة، هل رأيته من قبل؟ لا، اعمل معروفاً، انتقم لي منه. ليفوز الأفضل، هذا ما أنوي فعله. خذ استراحة لوكي. تويست.
ما الأمر إيلاي؟ هل يزعجك أنني موجود لأتدرب مع المعلمة المنيعة؟ المسابقة مفتوحة للجميع، أتذكر؟ إذن لما تنكرت؟ أعتذر، لكن أنا وإيلاي خصمان، أردت أن أشتت الانتباه في هذه المراسم. مشاركة قوة تمويه بين حامل المسدس وسلاج تتطلب ترابطاً قوياً، حتى أنا لم أستطع كشفه. لأن السلاج خاصته غول. تظن أن غيابي طويلاً جعلني غير ملمة بالغول؟ أنا أختار حامل المسدس وليس السلاج. هل أنت بخير؟ خير، ارتاحا، سنبدأ المواجهة النهائية بعد ساعة. أراك لاحقاً. ولتكن آخر مرة أراك فيها. معلمة شناي، أوه، أنت تتأملين. كنت نائمة. آسف، لكن أردت تحذيرك. أنت مريضة، صحيح؟ انسى أمري. لديك مشكلة مع مطلق الغيلان. وثقنا به مرة وخاننا. إنه مخادع وخطير، ويتعاون مع الدكتور بلاك. إذن ربما هو بحاجة إلى توجيهاتي أكثر منك. لا أفهم قصدك. النور، الظلام، موجودان بداخلنا، المهم أن نوازن بينهما. رجاءً أيتها المعلمة، أنت لا تعرفين تويست مثلي. لا تفترض أنك تعرف ما يوجد داخل الآخرين، ركز على السلام داخلك. متأكد من أنك تعرف الطريق الأفضل؟ هذا ما ظننته. بالتأكيد، هذا يذكرني بفترة كانت قبل 30 سنة، قمت بتصفية المتقدمين إلى 2، أحدهما كان شاباً واعداً من آليشين يدعى ويل، والآخر كان ثاديوس بلاك. بلاك وأبي كانا صديقين؟ ليس صديقين، لكنهما لم يكونا عدوين بعد، كانا متنافسين، كل واحد منهما يعد بالكثير. لم يكن والدك يتمتع بالخبرة، لكنه يجيد الإطلاق بالفطرة، وقلة مهارة ثاديوس في الإطلاق عوضها بالابتكار. لكن لم يكن ثاديوس يتمتع بالترابط والاحترام مع السلاجز ومكانتها في الكون. كان ويل طائشاً، لكنه كان الخيار الأنسب. لكن كان هناك ما حدث لثاديوس في ذلك اليوم. استهلت شرارة رحلته في طريق الشر، وأنا ساعدت في إطلاق تلك الشرارة. لم أندم كثيراً في حياتي الطويلة، لكن هناك سؤال يراودني، هل اخترت التلميذ المناسب ذلك اليوم؟ أنا لا أفهم، قلت إن والدي كان الأفضل. والدك من أفراد أليشين، وكان سيصبح ماهراً من دوني. لكن بالنسبة إلى بلاك، ربما كنت سأتمكن من ردعه عن طريق الشر الذي اختاره. هل ستفعل ذلك؟ ستدرب مساعد بلاك؟ يجب أن أفوز الآن، لن أسمح بأن تقع أسرارها بين يدي بلاك. إن استعملها مع ذخيرة الغيلان فسيصبح إيقافه مستحيلاً، لكن ليس هذا ما يقلقني حقاً. ماذا يقلقك؟ أن تكون قد قررت سلفاً. أثبتتما كلاكما أنكما جديران، هذه ليست منازلة بل تقييم، القرار عائد لي أنا، ابدأ. لن تفوز أبداً تويست. لا تعرف يا إيلاي. الحركة ثلاثية الأبعاد مرة أخرى تويست. أحسنت. ليس أداء احترافيا، لكنه كاف. مرحبا أيتها المعلمة، مضى وقت طويل. هلا رفعتم أيديكم رجاء؟ إن كنت تسعى لأسرار المعلمة فانسى الأمر بلاك. رجاء، أكره هذه التفاهات. هناك هدف واحد من هذه الطقوس السرية، إثبات من الأفضل. وقد فعلت هذا بهزيمتي لتلميذك.
لا تصدق كل ما تراه. لا بأس، سأتواجه مجددا مع أي منكما. إلهي أنت مغرور، وسوف أدمرك يوما ما، لكن يوجد شخص هنا أهتم لأمره. اليوم سأظهر تفوق رهيب عندما أقوم بهزيمة المعلمة نفسها. ليس لديك ما تثبته ساديوس، لكن إن كان هذا سيريحك فأنا أقبل التحدي. احذري أيتها المعلمة، إنه مخادع وغيلانه. سأكون بخير، كن مطمئنا. ما ذلك الشيء؟ مدفع، لكن لم يصنع أحد نموذجا صالحا للاستعمال. هناك أسلوب آخر ساديوس، طريق أفضل، دعني أعلمك. لا تملكين شيئاً أعتبره مفيداً. اسمي بلاك، دكتور بلاك. أين أنت تويست؟ هل هذا أفضل أداء لديك يا معلمة؟ استسلم ثاديوس، لا يفوت الأوان على اتخاذ القرار الصحيح. سامحني ثاديوس، لم أرد أن يؤول الأمر لهذا. ما كان ذلك؟ يبدو أنه اندماج كامل لقوى الاثنتين. الإطلاقة الملتحمة، ظننت أنها مستحيلة. حسم الأمر. لا. داك، أيمكنك؟ فات الأوان. أنا آسف. لا تأسف، أنت حقاً من آل الشئن. يمكنك إحلال السلام في الكهوف، عليك فقط إيجاده بداخلك. سر أخير. أحسنت تويست، لعبت دورك بإتقان، ستشفى جروحك. لقد ماتت، لم أظن أنك. انتهى وقتها، سأعطيك كل التدريب اللازم. تحركوا. لا، أرجو المعذرة. قلت لا، سأمنعك. بعد الآن لن تؤذي شخصا بريئا آخر وترحل ببساطة. عزمت للتو أمهر من يطلق سلاك. ما هي فرصتك؟ نفذ حركتك. لا، يكفي هذا اليوم. هيا بنا تويست. أنت تدعم الشخص الخطأ تويست، تعرف ذلك.
هذا جميل برونتو؟ إنها المعزوفة التي لا أعرف سواها. أنا شخص أفضل لأنني عرفتها. ماذا الآن؟ لن تدربك المعلمة، لن تعرف أسرارها. ربما كانت ستعلمني أكثر، لكن أنا والسلاكس سنكتشف ذلك وحدنا، وحين نفعل ذلك سأقضي على بلاك. مؤسف ما حدث لسلاحها، كان سيكون قويا ضد بلاك. لا بأس كورد، لدي أفكار خاصة لسلاحي، سنحتاج إليه لتنفيذ الإطلاقة الملتحمة. زاد بلاك قوته بسلاحه الجديد، والآن حان دورنا، سننقل المعركة إلى مقر بلاك ولن نتوقف، ليس قبل شفاء كل الغيلان وتدمير الدكتور بلاك وخططه بشكل نهائي.